18 سنة أخشي، أصغر واحد دريدك مشينا أخشي بغينا نحرقوا نبدلوا الوضعية ديالنا في هذه البلاد هذه، فهمتي؟ ما خدامين ما كنقراو ما والو، بغينا نفهمش نديروا علاش نرجعوا إن شاء الله. وما سهلش علينا الله، شغل ديري مكشابش كشاب علينا، بقى علينا داز عنا العذاب في ليبيا أخشي، ضربنا 4 شهور ديال الحبس وشهر في المافيا، عاد المافيا شادينا شما يمكن ناكلوا ما والو. داز علينا العذاب ما كذبش اخي، ضربونا بسلاح شحال من حاجه، كي ضربك باللور ديال السلاح بتشيو خبزه في النار، كاس ديال الماء كيعطيو لك هما ما كتاخذوش، كيعطيوك كاس ديال الماء. من بعد جات واحد السلطات ديال الزوارات دخلات حتى هذيك شويه بعد على المافيا، فهمتي؟ تعاونوا معانا مزيان شويه وماكله فواقشه وداكشي، ولكن واخا داكشي ناقص، فهمتي؟